عايز ابدا انشف، انزل كام كالوري؟ ليه اول حاجه فكرت فيها كالوريز؟ وات از كالوريز اصلا يا جدعان؟ انا بشوف الدنيا مختلفه تماما، انا خطه قدام، انا شايف العناصر كلها، هي عناصر كتير جدا جدا. ساعات الغلط ممكن يبقى صح في السيتويشن بتاعك. ازيكم يا شباب، الاخبار معاكم سام سموي. حلقه النهارده برعايه سكاي جيم مدينه نصر، وندرلاند جيم نظيف بطريقه جميله جدا، مريح جدا، الناس اللي فيه هاديه جدا، اي لايك ات هنا قوي. حلقه النهارده عن الموضوع كله مش كالوريز. يعني ايه مش كالوريز؟ يعني انا دلوقتي عايز اخس، عايز ازيد، على طول اول حاجه بتفكر فيها كالوريز. كنت قاعد بدردش مع ديناصور من الديناصورات امبارح، حد اكسبيرينس يعني، وما شاء الله عضلات يعني، مصور معايا. المهم فبيقول لي طيب انا دلوقتي عايز ابدا انشف، انزل كام كالوري؟ فانا يعني وقفت هنا وقلت له تيجي ندردش شويه. قال لي ماشي. قلت له ليه اول حاجه فكرت فيها كالوريز؟ ليه بتتكلم في كالوريز؟ يعني What is calories اصلا؟ calories ده مقياس طاقة بس، مش اكتر ولا اقل. انا ممكن بنفس الكالوريز الوز ويت، وممكن بنفس الكالوريز اجين ويت. هتقولي لا، اقول لك اكيد يعني باي ناو المفروض اي حاجة اقولها تصدقني. طيب بص، باخد 3000 كالوري، 1000 كالوري من الفات هيلثي فات، 1000 كالوري من البروتين، و1000 كالوري من الكاربز. يبقى كده انا باخد 3000 كالوريز، 3000 كالوري. عايز اخس انزل 500 كالوري. سموي الكذاب بيقول لا، ممكن تخس او ممكن تلوز فات من غير ما تقلل الكالوريز. ازاي؟ هقول لك بكل بساطه، التقسيمه نفسها يعني الكاربز والفات والبروتين، لو لعبت في نسبهم هفضل نفس الكالوريز. يعني انا ممكن اقلل، اخد نص الكارب بتاعي، يعني ادروب الكارب من 1000 ل 500 وارفع البروتين 500. اتس ذا سيم كالوريز، دي 1 جرام 4 كالوريز، ودي نفس الكلام 4 كالوريز، ولكن مصدر الاكل نفسه اختلف. دي ويرجعنا الموضوع if it fits your macros و flexible diet والكلام الغريب اللي بسمعه ده. بص انا مطلوب مني 2000 كالوري، دخلت 2000 كالوري انا كده تمام؟ لا طبعا، عمرها ما كانت كده وعمرها ما هتبقى كده، لانه يا باشا الكالوريز مقياس من مليون مقياس. يعني الكالوري انا مثلا باخد 2000 كالوري وما بعملش كارديو، طب انا دلوقتي باخد 2000 كالوري وبعمل كارديو، الدنيا اختلفت تماما. طب ايه كمان؟ انا ماشي على 2000 كالوري بس ما بتمرنش حديد، I don't lift weights، ما بشيلش weights أوزان. طب ما ده كده معناه انه الاكتيفيتي ليفل علي على الكالوريز. يعني انا كنت ماشي 2000 كالوري تمام كبني ادم طبيعي، بقعد على الديسك بروح الشغل وباجي والحياه حلوه تمام. دلوقتي نفس الكلام بس بتمرن بشيل حديد. طب ما انا هو ما لعبتش في الكالوريز و I'm starting to lose weight و build muscle. فهمت قصدي؟ انت عارف انا يمكن عشان تعمقت قوي في السبورت دي، في الرياضه دي، بدات اتجنن. بس هو ما فيش حاجه اسمها حاجه، هي دي المشكله، هي عناصر كتير جدا جدا. يعني الكارديو، الورك اوت، الدايت، الكالوريز لو عايز ايه، الكالوريز نفسها، الماكروز ايه، فات ولا كارب ولا بروتين، بعد كل ده يعني تجو ديبر كمان. طب انهو بروتين، بيض ولا فراخ ولا سمك ولا لحمه؟ يعني تخيل انا عندي 30 سنه لسه مكتشف انه انا احسن نوع بروتين بيمشي معايا اللحمه. اتس كيپينج مي فول وناشف، ما اعرفش ازاي. ريد ميت ليه؟ عشان بقالي سنين بتست، ييرز اوف تيستينج. طيب كنت برضو بدردش مع صاحبي فبيقول لي، هو بقى بيركز جدا، قال لي انا قعدت اكل رز، كل انواع الرز، بسمتي، وايت، جولد، كل حاجه. قال لي ايه؟ قال لي الحبه الذهبيه، قال لي دي
احسن نوع كارب دخل جسمي في حياتي. قال لي انا جربت كل حاجه، جربت بطاطس لوحدها، جربت كذا لوحدها، كذا كذا كذا. فده عنصر، انت متخيل؟ انت شايف العنصر ده انت اصلا ولا عمره جه في بالك انه نوع الاكل نفسه يعني. طب ما ده كارب وده كارب، تخيل، والاثنين كلين كارب، بس ده يغيمني، يبين ان انا مش ناشف، وده يديني بامب قوي افضل ناشف. ده مثلا بيلعب في انسوليني، ده لا، ده بيهبطني، ده لا، ده بيجوعني، ده لا، فاهم؟ فالمجال كبير جدا. وبعدين تخش بقى في حته السبلمنتس والستيرويدز، ده عالم يا لهوي. شفت النقطه؟ يا عالم سابع. فعشان كده انا الساعات بيبقى ليا نظره مع الكلاينت مختلفه تماما. انا بلاقيه بيكلمني في حاجه، انا بتكلم في حاجه تانية خالص. يعني هو بيقول لي مثلا يعني ايه رايك قلل الكارب شويه، بقول له لا زود كارب، فاهم؟ بيقولوا لي ليه، فاهم؟ انا شايف العناصر كلها، في عناصر كتير جدا، فاهم؟ انا كده شايف ان الميتابوليزم بتاعك بدا يوطى، انت بتتمرن وبتعمل كارديو واكلك نظيف وبتاخد حاجات ومش جعان ليه، فاهم؟ طب تعالى نعمل كام تركايه كده، فاهم؟ هو اصلا باصص على المرايه كده ان انا عايز انشف دلوقتي، فام سموي مزود له كارب. انت يا ابني بتعمل ايه، فاهم؟ يا جدعان انا بشوف الدنيا مختلفه تماما. انا خطه قدام، انا دلوقتي I need to boost your metabolism، اخليك تحرق بطريقه جنونيه بعدين انزل، فاهم؟ فانا دخلت لك كذا حاجه تخليك تحرق ولسه ما بتحرقش، يبقى مضطر ازود شويه مثلا كاربس، كارب سريع مثلا، حاجه مثلا تخلي الانسولين يطلع وينزل بسرعه. طب ليه ده غلط؟ اه ما انا عايزه ياكل. انت فاهم قصدي؟ ساعات الغلط ممكن يبقى صح في السيتويشن بتاعك. يعني اعمل ايه؟ يعني انا سموي انا بتشيت قوي في الدايت بتاعي. ليه؟ عشان عمري ما بوصل للكالوريز بتاعتي. ده انا ما بعرفش اكل، معدتي صغيره، مش كده الناس تقول وسطك صغير، لا دي خيبه، انا مش بعرفش اكل، انا عشان كنت صغير قوي كله كبر ما عدا وسطي، فلسه معدتي صغيره. اي فورس يعني، مش كده، انتوا مش هتصدقوني والله. وفي ناس اصبص، في ناس مثلا تقول لك انا طبيعي وتلاقيه عامل كده، فاهم؟ عشان يبان انه جامد. فانا لما بقول انا فعلا ما باكلش وما بتمرنش بجد، انا مش بقول كده عشان انا جامد. بص ما باكلش وما بتمرنش عامل ازاي؟ لا دي خيبه، انا بحاول اتحسن بس عارف عيوبي فين. وبعدين بقى لي سنين بتمرن، فمجرد ان انا ارجع بس اون تراك بنفش بسرعه. في كلاينتس عندي بيفضل مركز في نقطه واحده، ازود كارديو اقلل كارب، ازود كارديو اقلل كارب، ازود كارديو اقلل كارب. لا لا خلي اقول لك حاجه، وقف كارديو اصلا، اوقف كارديو. ايوه وقف كارديو خلاص، ما عادش فعال معاك، محتاج تاخد بريك، محتاج تفصل، محتاج مثلا اسبوع نو كارديو. يا كوتش ده انا بنشف وبتاع، دونت وري، تراست مي، تراست مي، وقف كارديو اسبوع وبعدين رجعه تاني. يعني اقل يعني، انت كنت وصلت 45 دقيقه وقفوا اسبوع بعدين يرجع نص ساعه بس في وقت مختلف، مثلا فاستد بدل بوست ورك اوت، او بوست ورك اوت بدل فاستد. في تريكس ممكن نعملها نريستارت جسمنا. يعني انا هقعد اقلل الكارب لحد ما اوصل زيرو واموت ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. لا هقوم مدخل ريفيد هاي كارب دي، بوم 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 بوم، اقعد اكل 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 ودخل تشيت ميلز وبتاع، اخلي الدنيا تتجنن جوه وبعدين ارجع دايت تاني مجرد يوم، فاهم؟ ريستارت. اصل ما ينفعش افضل اعمل نفس اللي انا بعمله، قلل الكارب زود كارديو، قلل الكارب زود كارديو، خد مش عارف ايه، خد مش عارف ايه، خد مش عارف ايه. بالعكس وقف كل اللي انت بتاخده وارجع خده تاني بعديها باسبوع 10 ايام half the dose، خلاص بقى effective again. جسمي بيتعود على اي حاجه في الدنيا، ما تعودش جسمك على اي حاجه. keep it guessing keep it guessing. وانت ركز بالذات الكلاينتس بتوعي، ركزوا في الاسئله. انا من نظره لجسمك عرفت كل حاجه. انا ليه بسالك انت حاسس بايه؟ عشان انت تعرف انا لما بحس بكده يبقى انا كده this is good food بالنسبه لي، اكتر من كده اكل مش حلو بالنسبه لي مثلا. طب انا لما احس انه في وجع في عضلاتي يبقى انا I'm not getting enough recovery، I'm not مش عارف ايه. عشان كده الاسئله اللي بسالها لك انا عايز اجابه مهمه بالنسبه ليك انت، هتتعلم، فاهم؟ يعني انا مديك تكرار عالي الاسبوع ده very high reps، لما اسالك how was the workout ما تقوليش good، مش عايز اعرف جود ولا لا، عايز اعرف قدرت تجيب تكرار عالي ولا اللاكتيك اسيد مثلا عندك بيحرق قوي ما بتقدرش تكمل ولا. فركز في حاجات كتير
واكتب اكتب اكتب، لانك كده كده هتنسى كل ده، هتنسى، مستحيل تفتكر كل ده. فاكتب والله. وانا اكسبيرمنتد، لما جربت تكرار عالي لمده اسبوعين حسيت ببامب قوي جدا، بس كنت فلات شويه. ماشي، يبقى انا ممكن اعمل كده في التنشيف لانه بيحرق معايا كارب عالي. هتبدا تجمع ليه. كان معاك وسام سموه، ايدي وجعتني من ماسكه المايك من تمرين الدراع اخر مره. مرن لكم تشست دلوقتي تقريبا، هنجيب مصطفى فايكنج يمرني تشست، ربنا يستر. شكرا يا شباب على الكومنتس الجميله. كان معاك وسام سموي، بيس. We'll be right back.